لو حبينا ديفاين الراديو جرافيك ايمج كواليتي نقول عليها ان هي الفايدلتي with which anatomical structure being examined is rendered on the radiograph. بمعنى احنا دلوقتي بنصور يعني جزء معين من الاجزاء التشريحيه اللي موجوده في المريض، المفروض تطلع لنا صوره مطابقه تماما للاناتوميكال ستراكشر اللي احنا بنصوره. لو حصل فيها اي نوع من انواع الديستورشن بنتكلم على ان الايمج كواليتي ما هياش عاليه في الصوره دي. ممكن يبقى في عندنا بعض المشاكل زي مثلا السبيشال ريزولوشن. هنا السبيشال ريزولوشن زي ما احنا شايفين فيري شارب، يعني نقدر نشوف كل الخطوط ان هي مختلفه عن بعض. لو احنا عندنا سبيشال ريزولوشن ما هياش فيري شارب، بنلاقي ان احنا عندنا في بعض الاجزاء بنلاقي الخطوط متداخله، ما نقدرش نميز الفيري فاين ستراكشرز الموجوده في المريض بشكل دقيق. ممكن يبقى في عندنا حاجه زي جيومتريك ديستورشن، يعني ممكن يبقى شكل الاستراكشر نفسه اللي بنصوره داخل المريض بيبقى موجود في الصوره ولكنه موجود بشكل يعني في ديستورشن، يعني في عنده تغيرات في الدايمنشنز بتاعته، سواء كان تغيرات في الاتجاه الراسي او الافقي او الاثنين، يعني او مثلا لو جينا ناخد منه قياسات مسافات بنلاقي ان القياسات دي ما هياش مطابقه للواقع. فدي طبعا كلها مشاكل بتحصل في الاكس راي وفي يعني اي ايمج موداليتي عموما يعني، ودي طبعا بتاثر لنا على الايمج كواليتي. في عندنا حاجه اسمها الكونتراست ريزولوشن، مش بس السبيشال ريزولوشن اللي هي دقه التصوير، لا في عندنا الكونتراست ريزولوشن بمعنى ان احنا لما بنصور مثلا صوره زي كده، دي صوره شست اكس راي، يعني لما نبص على الصوره دي بنلاقي ان التفاصيل ما هياش واضحه من بعض، مش شايفين في فروقات كبيره بين الاماكن اللي فيها اللانكس والاماكن اللي فيها ريبس، الاماكن اللي فيها الضلوع والاماكن اللي فيها الرئه. فلو احنا بصينا على صوره تانية زي كده، الصوره دي فيها كونتراست حقيقي واضح جدا، فممكن يبقى في عندنا بعض المشاكل اللي لها علاقه بالكونتراست تتسبب في ان الصوره يبقى فيها يعني صعوبه في التعرف على الخصائص الموجوده فيها. ممكن يبقى في عندنا حاجه ثالثه تعمل لنا مشكله بالنسبه للايمج كواليتي اللي هي الراديوجرافيك نويز، ويعني دي معناها random fluctuations in intensity of the image. يعني مثلا لو شفنا الصورتين دول هنلاقي مثلا لو بصينا على اي جزء من الاجزاء اللي موجودة داخل الصورة هنلاقي فيه هنا حاجة زي structure كده او حاجة زي يعني texture كده موجود عبارة عن noise. النويز دي ما لهاش وجود في الواقع الحقيقة، فمعنى كده ان الصورة دي فيها مشكلة نتيجة لوجود النويز فيها. في عندنا اسباب كتيره الحقيقه في التصوير بالاشعه تخلي ان يبقى في الشكل دوت يبقى موجود. لو احنا بنصور بفيلم بيبقى في عندنا الجرينز بتاعه الماده الفعاله الموجوده في الفيلم اللي هي بتتاثر بالضوء وتعمل الاكسبوجر على الفيلم، ممكن يبقى حجمها نفسه ممكن يفرق معانا. ممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها ستراكشر موديل برضو نفس الكلام كده، لو احنا بنتكلم على ان يعني برضو في عندنا جرينز والجرينز دي ممكن انها تتاثر بالاشعه، ممكن يبقى برضو تاثرها بشكل راندم ممكن يبقى برضو يعمل لنا نويز. في عندنا حاجه اسمها كوانتم موديل نفس الكلام برضو، دي بقى بنتكلم على الايمج ريسبتورز، الايمج ريسبتورز دي بتبقى ديجيتال سنسورز حسب الاشعه اللي جايه لها ممكن ان هي تستجيب ممكن ما تستجيبش، لها بعض الاحيان راندم ريسبونس، فدي برضو من الاسباب اللي بتسبب لها نويز. وممكن يبقى في عندنا السبب طبعا اللي هنتكلم عليه اللي هو له علاقه بالسكاتر راديشن، اللي هو كنا بنتكلم ان هو جاي من الكومبتون سكاترينج. الكومبتون سكاترينج بيخلي في عندنا اكسبوجر على الفيلم او على الايمج ريسبتور ملوش اي علاقه بالواقع خالص، ملوش اي علاقه بالاناتوميكال ستراكشر.